خيريا متخلى عنهم. انا صباح ما عندي النور. ما عندي لا ام لا اب، لا انا إله من إلا خيريا. الله، لا إله إلا الله، وانا أعوذك كنت رب. واجد، انا كنت واجد في طنجه، أها كراو لي واحد الناس الله يكثر خيرهم، واحد البيض، أها، وانا ما كنخرج ما كندرس وما عندي لا حنين لا رحم شحال في وما عمرك خويا؟ نخرجش. شحال في عمرك؟ انايا 21. 21 سنة، يعني ما بقيتيش في الخير يا صافي، خرجتي في 18 سنة قالوا لك اعتمد على راسك. انا حيت انا تربيت في السنتر ديال المريم، ما عندي لا ام لا اب، انا تربيت في الخيريه في ما السنتر شاء ديال الله، المريم اللي تربط. يعوضك ربي خير، يعوضك ربي خير ان شاء الله. اوكي. ودابا المشكله استاذه اللي بغيت نوصل لكم انايا الميساج، انا نعم. دابا ما حتى واحد ما كيجيب لي الناكل، حتى واحد ما كيمد لي اليد المساعده، ما كنقدرش الله نخرج. اكبر. اوكي خويا الله، سمعني سمعني سمعني، دابا انت عايش في طنجة خويا بوحدك؟ انا في واحد البيت ما كنقدرش نخرج. واخا، غادي نديرو نداء لخوتنا من هاد المنبر، لان هنا عرفتي فين جيتي، جيتي وسط عائلتك التانية، غادي نديرو نداء وغادي نعطي رقم الهاتف ديالك، مسموح؟ انا مزاوج، الله يرحم لك الوالدين، يلا بزاف بقى رجلي معايا. كسر. شنو الاسم ديالك؟ عبد المغيث الطيبي. نعم، سميتك عبد المغيث الطيبي. عبد المغيث الطيبي. طيبي اه. يلا خوتي، يلا سمعوني خوتي متتبعي قناة شوف تيفي، الناس الجود والكرم، وهنا اولا غادي نوجه النداء ديالي للساكنه الاول، الساكنه ديال مدينه طنجه، عاد باش نشوفوا الناس البعاد. نبداو دائما بالساكنه ديال مدينه طنجه لانهما اولى بعبد المغيث، ياك عبد المغيث، عبد المغيث عبد الطيبي. المغيث الطيبي. خذوا هذا الرقم اخوتي، 06 34 18 07 60، هذا هو الرقم ديال عبد المغيث الطيبي من مدينه طنجه، اللي تيقول لكم اخوتي هو ولد الخيريه، ما عنده لا ام لا اب، وحاليا دابا راه كاري بيت وخاصو مساعده. اي واحد الناس لي يشبروا لي هذاك البيت، اما دابا حاليا انا اللي قاعد في هذاك البيت ما كنقدر لا نخرج لا والو، حيت ما عنديش لا ورقه باش نخرج، ودابا المشكل حتى كنخرج ما كنلقاش شي فلوس تعال معايا. نعم، عندك لاكارت ناسيونال عبد المغيث ياك؟ عندي اه. عندك لاكارت ناسيونال؟ عندك واتساب في هاد النمره؟ اه عندي. واخا ان شاء الله، انا متيقنه خوتك ما غاديش يفوتك، وخوتك ما غاديش يخليك، وغير دابا تواصل معنا واحد الاخ من السويد، وتيقول انا باغي ندير الخير ولكن ما عرفتش فين غادي ندير هاد الخير، يمكن له يتواصل معاك. عندك انا بغيت وثائق عبد المغيث؟ عندك وثائق عندي كتبين الوثائق. فعلا انك انت ولد الخيريه؟ عندي كل شيء، عندي الوثائق، يعني عندي اي كل واحد شيء. تواصل معاك ممكن تثبت ليه باش تبين له بانك ما كتكذبش اخويا ياك؟ عندي كل شيء، اذا سمعوا خوتي يلا، هاد عبد عندي المغيث، الوثائق. عبد المغيث الله يحفظكم والله يجازيكم بخير، ديروا بارطاج، عبد المغيث كينشد القلوب الرحيمه، وتيقول لكم هو ولد الله يخليكم الخيريه. الوالدين، الله يعرف يفرحكم في يومكم. انا والله والله ما نكذب عليكم، انا لا ام لا اب، متخلى عنهم، ما عندي حتى واحد، عندي الله سبحانه وتعالى. الله يعرف في هذا العواشر يرفع علينا هذا الوباء، الله يعرف يفتح لينا بيض الخير، ما تعاونوا معي ان شاء الله خويا ما غاديش يفوتوك، انا متيقنه ما يفوتوكش، كون على بال ودير بالك مع التليفون ديالك ياك، دير بالك مع التليفون ديالك. انا غادي نعاود لخوتي، يلا خوتي بارطاجيو هاد النمره وكتبوا بان عبد المغيث من مدينه طنجه، خويا مسح دموعك ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى غادي يسخر لك العباد ديالو، غادي تمسح هادوك الدموع وغادي تتفاجأ عليك. لا، حتى انا هاد الايامات اللي كنحس بهم عندك، في ايامات العيد وفي ايامات رمضان، هما اللي كنحس بهم في النقص، وانت كتشوف عاوتاني نفس الطيكور، لا اله الا الله، ما كنلقاش معاهم نفطر، وما كنلقاش العائلة اللي نفطر معاهم ولا الناس ولا هادي، ديما كنفطر بوحدي، تعين الناس كيعطيوني ما ناكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا ربي فاجئها، ما تقنطش اخويا، ما تقنطش ما تقنطش، ربي سبحانه وتعالى غادي يعوضك خير، ربي سبحانه وتعالى غادي يسهل لك وغادي يسخر لك العباد ديالو، غادي يوليو عندك، عرفت تولي عندك واحد العائله، قداش تبقى تواصل معك في الواتساب وتبقى تحيد لك القنط، واللي قريب لك تما يبقى يزورك ويشوفك ان شاء الله. كاينين المحسنين كيتعاونوا معايا، ولكن المسؤولين ولا المسؤولين ما كيديروا معايا حتى حاجه، ما لقيتش المسؤولين اللي يتعاونوا معايا يعطوني تلقى ديالي. لا اله الا الله، ما توصلتيش اخويا بشي قفه من السلطه؟ لا والو، انت هذيك اولى الخلطه بيها، انا هذيك الخلطه اللي عطات سيدنا ما استفدت منها ما والو، ما استفدتي لا من رميد لا ما من عنديش داك يعني، الدعم. ما عنديش.
ما عندكش. عنديش. وحتى ملي صيفطتي بلا كارت ناسيونال ما استفدتي حتى حاجه. صيفطت لهم وباقي ما ردوا عليا. شنو ما كنتي كتخدم اخويا؟ شنو كنتي كتخدم؟ خدام في القهوة، كنت خدام في القهوة. وما استفدتيش حتى من شي دعم؟ لا والو، اقسم بالله الله يجعل ربي ما يوصلنيش حتى حاج من العيد. برا عليك خويا، برا عليك. لا اله الا الله، ربي ديما كان ديما بكيتينا يا كان خويا، لا حول ولا قوة الا ديما كان بالله. العز ديما كان العز مخبط ديما كان العز مخبط، ما كانش اللي حس بيا ولا يوقف معايا. لا غادي يحس، وكاين اللي يحس بك عبد المغيث. شوف خويا، كاين اللي غادي يحس بيك، وكاينين خوتك اللي غادي يحسوا بيك داخل الوطن وخارج الوطن. وكنطلب دابا من خوتي انهم يتفاعلوا معنا، الله يرضي عليكم، نمسحوا هاد الدموع. والله لا بكينا حتى حنايا، نمسحوا هاد الدموع. خذوا هاد الرقم، الله يرحم ليكم الوالدين. السكينة ديال مدينة طنجة، لما شوفوا هاد الوليد هذا وحيدوا ليه هاد الغمة هادي، وعاد خوتنا داخل الوطن وخارج الوطن. علاش كنقول سكينة طنجة؟ انتوما اولى بهاد الولد، انتوما اولى. الله يرحم لكم الوالدين، وخوتنا داخل الوطن وخارج الوطن، تعاونوا مع بعضياتنا. استاذ انا ماشي طول طنجة، انا عين الناس كراولي هنايا، حيت لقيت حاصل كراولي هنايا شي محسنين. نعم، ولكن انت في مدينة طنجة دابا، علاش كنديروا نداء للناس ديال طنجة؟ لانهما دابا بعدا اللي قراب لك، نوصلوا شي ايوه حاجة قريبة اللي قراب لك. وانا الله متيقنة، يجعل ربي، انا الله متيقنة يجعل ربي في خوتك الرحمة. داخل الوطن وخارج الوطن، والله ما يفوتوك، تنحلف عليها والله ما يفوتوك. واللي ما ساقش نوري الوراق ديالي، نوري نعم كلشي نعم الدليل ديالي هذيك كلشي ضروري عندي. خويا. اي واحد تواصل معاك في الواتساب غادي تصور ليه باش تاكد للناس، لانك كثار دابا كاين الناس اللي كيكذبوا. هذا تبين ليهم راك انت صادق في كلامك. صور ليهم هذاك البيت اللي انت الشيء عايش فيها، صور ليهم لاكارت ناسيونال ديالك، صور ليهم الوريقات بانك انت فعلا ولد الخيريه باش يثيقوا بيك. واخا غير هاد انا الدموع هادي اللي درتي دابا، حنا تايقين فيك اخويا، لان هنا ملي كيبكي والرجال لا حول ولا قوة الا بالله. ما نكذبش عليك، الله يجعل ربي، الله يجعل ربي، يعني الله يجعل ربي ما يكمليش في هذه الهضره هذه، الله يجعل ربي يقتلني. كنقسم ما فمي عنديش، بالله لو انك هنايا في مدينة اخرى يبقى بعد رمضان تدوزو معايا، ما نخليش، ما نخليكش بوحدك في الطبلة. ما نكذبش عليك، راه الصبار حبيب الله، الصبار حبيب الله، راعي صبر. لا اله الا الله. خليني خويا ندير تذكير لرقم الهاتف ديالك. مشاهدي قناه شوف تي في، نعطيكم الرقم ديال عبد المغيث، الله يرحم ليكم الوالدين. عبد المغيث الطيبي ياك اخويا، عبد المغيث الطيبي. 06 34 18 07 60، هذا الرقم ديال عبد المغيث الطيبي، كيتواجد بمدينة طنجة. تيقول لنا اخوتي انا ولد الخيرية، ما عندي لا امي ولا با، وكاريين ليا بيت وما عنده حتى شي مساعدة اخوتي، وما عنده حتى شي دخل. كان خدام في قهوة ودابا سد عليه، ما عندوش حتى الوثيقة باش غادي يخرج. سد عليه، خاصو ما ياكل ما يشرب، اللي واسيه ولو بالكلمة الطيبة. كيقول لكم اخوتي راه عنده الواتساب في هاد النمرة هادي، غادي تتواصلوا معاه، يقدر يصور لكم البيت فاش عايش، يصور لكم الوثائق ديالو باش ياكد لكم انه فعلا ولد الخيريه، يصور لكم لاكارت ناسيونال ديالو. فيا رب يا رب يسخر له العباده ديالك يا رب، يا رب في هاد العواشر سخر له العباده ديالك يا رب. الله يجعل ربي، الله يجعل ربي يفرحكم في يومكم، الله يا يجعل رب ربي اللي يعمل شي خير غيلقاه عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. خويا شوف، شوف انا نقول لك، كنتمنى تعاود تتصل بيا وتقول لي راه مسحوا لي المغاربه دموعي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله، حيت انا متيقنه خويا، متيقنه والله، تثقتي في المغاربه كبيره. ما يمكنش شي واحد دابا كيتبع هذا المباشر، بارطاجيو خوتي الله يرحم لكم الوالدين، لان هنا دخلت دابا دخلت حاله اجتماعيه، خصنا نبارطاجيو، بنت حاله اجتماعيه خصنا نبارطاجيو. اي واحد فيكم كيعرف شي واحد شي محسن يتصل به ويعطيه هذا النمره عبد المغيث ويحكي ليه الحاله ديالو ويقول له اتصل به باش تاكد. نتعاونوا نديروا يد في يد، لان معنا راجل كيبكي اخوتي، راجل كيبكي. الله يخليكم الوالدين، الله يجعل يفرحكم في يوم. يا يا رب عمري ما نسالكم يا هذه رب. عبد عمري ما نسالكم خوتي هذه انا الوالدين. قلت لك خويا، كنقسم فمي بالله، وكان كنتي هنا في مدينة اخرى يبقى على الاقل غادي تفطر وسط ولادي. رمضان ما نخليكش وحدك، ما كرهتش استاذ، ما كذبش عليك، ما كرهتش نكون في حالي معك وزان في الخيرية، جلست مع الناس من داخل اللي كنفطر معاهم وهذه.
ما كرهتيش غير ترجع للخير يزجلس وسط منهم ياك. المهم كتشطر مع الحباب وهادي، ولكن انا كنشطر بوحدي ما كاينش اللي يحس بك. لا اله الا الله. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي فيجي هذه يا ربي، يا ربي فيجي هذه يا ما كيجي اللي يحس بك يدق عليك ويقول لك هاك ولا شكون انت. ما كانوش عارفينك عبد المغيث، دابا غادي يحسوا بك خوتك. لا ما كانوش الناس عارفينك. عرفتي اليوم شحال من واحد غادي يتعرف عليك عبد المغيث، غادي يتعرفوا عليك حتى تولي انت تقول صافي بركه عليا تبرزت. هذيك كلشي يتصل بك وكلشي، واخا يسمعوك كلمه طيبه كون على يقين ما غتبقاش بوحدك. شتي واخا يتصلوا بك دابا الناس ويقولوا كي بقيت عبد المغيث الله يفاجيها عليك، يعطوك غير دعوه الخير. الله يفاجيها عليك عبد المغيث. امين استاذ الله يجعل ربي. كنتمنى ان شاء الله تعاود تربط معنا الاتصال وتقول لي باللي راه خوتي تواصلوا معايا وفاجوها عليا ان شاء الله. الله يحفظك الوالدين. الله يحفظك عبد المغيث والله يسهل عليك يا رب. الله يجعل ربي يفرحكم في وليداتكم. الله يجعل ربي يفرحكم في وليداتكم. الله يرفع علينا هذا الوباء. يا ربي امين. الله يعوضك خير اخويا. الله يعوضك خير. أمين. الله يعوضك خير. شكرا شكرا. لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. العفو اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي دائما كنطلبوا الله سبحانه وتعالى وكنقولوا يا ربي نزل رحمتك. عرفتي ربي سبحانه وتعالى عطانا درس، عطانا درس في زمن كورونا. والله عطانا درس في زمن كورونا اللي كنشوفو، بحال هاد الحالة هادي تعجز اللسان على التعبير. اسمحوا لي ما لا لا صافي من الاتصالات اسمحوا لي ما غاديش نقدر ناخد شي اتصال اخر. اسمحوا لي اخوتي اللي كيتصلوا ما قدرتش نزيد ناخد شي اتصال اخر. هنا يا خوتي رسالتي لكم الله يحفظكم. الا بغيتو ربي سبحانه وتعالى ينزل علينا رحمته نرحمو بعضياتنا، نحسو ببعضياتنا، نضامنو مع بعضياتنا، نتكفلو مع بعضياتنا. عبد المغيث عيط وتيبكي يا خوتي، دموعه غاليين. اسمحوا لنا خوتي اللي كيتصلوا غيحبسي الاتصال ما قدرش نكمل. صافي ملي كيبكيو الرجال اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله. ملي هضر ملي بدا هو تيهضر وهو ما حبش من البكا وتيدعى معاكم وتيقول لك باغي يحس. عافاكم خوتي واخا تعيطوا ليه تقولوا ليه غير كلمه طيبه وما تحسوش بانه بوحدو. قال لكم الصبر رجعت غير الخيريه ونفطر وسط الناس، بغى يشوف غير الناس. اقسم لكم يمينا لو انه هنايا في مدينه خريبكة ودار هاد الاتصال هذا تيدوز معايا رمضان وسط بنياتي. باللي قسم الله، باللي قسم الله وما غاديش نخليه. لان عرفتي هو طلب غير واحد دفء، خصوصا قال لك في رمضان والعيد الكبير قال لك فاش كنحس بهذا الفراغ العاطفي. شكرا بزاف الله يجازيكم بخير اللي تعاون معايا القلق عند الله سبحانه وتعالى. شكرا بزاف.